بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكرا لزميل والأستاذ عبد الرحمن أحمد أمين، وأصل حضراتكم في هذه اللحظة من خلال هذا الشوط وهذه الانطلاقة. نرحب بكل الأخوة المتابعين والمشاركين في هذه اللحظات. انطلق شوطنا الخامس في أشواط هذه الفترة المسائية الخاصة بحجاج أصحاب السمو الشيوخ، ونقترب من بداية هذا الشوط، والعنوان هو 3 كيلومترات في التحدي والمنافسة. والآن المركز الأول هملولة من احتلت صدارة الشوط لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، بينما في عملية التضمير لسعيد بن سالم الينيبي على قمة الشوط. المركز الثاني نشاهد ونتابع من صغان لسمو الشيخ حمدان، او هنا تأتي خيرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، راشد بن سعيد بالغافرية في تضميرها. والمركز الثالث وصول مقبل شواهين لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم المضمر راشد بن سعيد بن مرانة السويدي. اما المركز الرابع فتاتي مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر علي بن هزيم المسافري. والمركز الخامس وصلت مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظه سرابه تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه مشاهدينا الاعزاء اللي وصلت الان واحتلت المركز الرابع. اما المركز الخامس تقدم من خلال تواجد مخيفه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، سعيد بن راشد بن حمد بن غدير المحنك هو من يتابعها في عمليه التضمير. هذه الخمس المراكز الاولى. المركز السادس نتابع شعاع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير في التضمير. كذلك المركز السابع ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هناك زريج المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. هذه الاسماء امام حضراتكم مشاهدينا الكرام، 10 من المواقع والمراكز في هذه الجوله وهذا الانطلاق والتحدي والمنافسه. لكن عوده الى صداره الشوط، عوده الى سرابه اللي احتلت المركز الاول وانتزعت صدارة الشوط. هنا في صدارة الشوط اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، هي من تتواصل في الأداء الأول وتسير بالنجم الأول على قمة الشوط. المركز الثاني وصول من قبل مخيفة هو أصل في هذه اللحظات أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هنا لينضيف سعيد بن راشد بن غدير السوبر هاتريك في مساء هذا اليوم مع تواجد هذه الأسماء. المركز الثالث هناك لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهذه شواهين ضمن راشد بن سعيد بن منان السويدي وانخلي او اللي وصلت في المركز الرابع خير اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم راشد بن سعيد بالغافري. هذه الرباعيه الان هي من تحتل وتحتفل بتحدي هذا الشوط ومنافساته المميزه والقيمه. ولكن عوده الى سرابه مشاهدينا الاعزاء، عوده الى صداره الشوط، 800 متر الاخيره اللي تنطلق في هذه الابكار الحجايج. ولكن مسار الشوط مع سرابه ومخيفه تحاول مع اللحظات الأخيرة بدأ التحدي والانطلاق والاندفاع. خيرة وسرابة، سرابة وخيرة مشاهدينا الكرام. ولكن هذه مخيفة 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 غيرت المركز الأول واحتلت صدارة هذا الشوط. مخيفة مشاهدينا الأعزاء اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، بينما التضمير لدى سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، هي من احتلت الصدارة سارت بالمركز الأول. المركز الثاني هنا في هذه اللحظات تواجد وتحدي من شواهيل اسمه الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن سعيد بن منانه هو في التضمير والمتابعه. ولكن نعود الى مخيفه اللي سيطرت وحلقت في اجواء هذا الشوط في منافسات ولقاء هذا الشوط. هذه مخيفه مشاهدينا الاعزاء في المركز الاول تحلق كالعاده كعادته وللمره الخامسه على التوالي لهذا الشعار لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وكذلك الى المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الذي بدأ مع الصغار هنا في الاندفاعات واللقاءات المميزة. تهانينا والناموس، هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية ومخيفة في صدارة الشوط. المركز الثاني شواهين اسمه الشيخ أحمد بن محمد ورايد المكتوم، خيرا اسمه الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم، ثالثا رابعا وخامسا اسمه الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم في هذا الانطلاق. 4 دقائق 30 ثانية هو التوقيت الزمني أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء لتحديات هذا الشوط وهو الشوط الخامس.